التحية لكم من جديد، وبعدنا مستمرين معاكم. ومثل ما تعرفون اليوم الخميس يعني سهرتنا الفنية مميزة. طبعا الفن صوت وحضور وثقافة، وعندما تجتمع هذه الصفات في فنانة فإنها تستحق محبة الجمهور. ضيفتنا اليوم عندها الحضور الآثر والصوت الجميل، وعلى حد قولها إن البدايات دائما صعبة ولكن الإصرار والعزيمة هم وراء كل نجاح. الفنانة ميرنا، يا هلا ومرحبا منورة معنا مساء الإمارات. مساء الخير، مساء الورد، مساء الجمال مثل ما يقولوا، ما شاء الله عليك. يعطيك العافية ميرنا، حياك الله. طبعا في مساء الإمارات وعبر هاي القناة، قناة الظفرة، أول شيء نحن متعودين أن الجمهور يتعرف عليك من خلال صوتك، فشو تسمعينا أول شيء؟ بحكي هون؟ إيه تفضل. أنا بحب كثير اللهجة الخليجية، مشان هيك اخترت أول أغنية لإلي تكون باللهجة الخليجية. جميل. فمن الطبيعي إني رح أسمعكم شيء خليجي. يلا يعطيك العافية. هذا من ذوقك أكيد. ثانك يو. نغني يا غزي الجميل. ويا غزي للفلة في دبي ناداني، ومشت القدلة سلمت حياني. ويا غزي للفلة في دبي ناداني، ومشت القدلة سلمت حياني. ورموشها مضلة جيش بميداني، نحر معلقها لولو مرجاني. فلة في دبي، لقان حلاقيناتش في دبي أكيد عاصمة كل الناس من كل أنحاء العالم. طبعا تجمع الفن وتجمع كل أنحاء وشرائح الناس اللي موجودة وجمعة الفن. عرفتيني على شيء مهم صراحة. أنا كنت دوما بعرف شو سالفة رموش، هاي شو يسمونها؟ طلعت رموش المظلة. رموش المظلة سيفن. طيب العافية ريم. طبعا أنت شو سالفتك على رموشي؟ شو سالفتك على رموشي؟ رموشي حلوة. طبعا فنتنا ميرنا شكرا على وجودك معنا أكيد، بس نحن بنخبر نخبر جمهورك ومشاهدينا بداية ميرنا. مزبوط. أنا أول شيء قلت إنه ما كنت عارفة صوتي حلو، فجأة عرفت من الكاروكي. الألعاب هذه تسجيل الصوت. في أي مرحلة عمرية كانت؟ كان عمري 21. 21 متأخر يعني، مش 20 21 ما كنت بتوقع أني غني، لأنه كنت مشغولة بالدراسة والشغل، فكنت أطلع مع أصحابي نغني كاراوكي وفي أماكن عامة. وكل ما خلص أغنية لقى الناس جاي لعندي، صوتي كتير حلو، ليش ما تغني؟ صوتي كتير حلو. فبعدين بقيت عم أغني كاراوكي سنة مبسوطة يعني بصوتي. يعني دركتي صوتك قبل لا تطلعين. برافو. بعدين صار عندي حشرية يعني أدور مين في ناس تقدر تساعدني أغني بمطارح عامة، يعني خلي الناس تبلش تسمعني عن جد سيريسلي، مش أنه بسمع أصحابي. مش يعني هواية عندي صارت. أني أحترفها. فالتقيت بشخص في لبنان اللي هن زي ايجنت يعني بيتواصلوا مع الاوتيلات برا لبنان وبلبنان وبيعرضوا عليهم فنانين. برافو. فكان في مثل كومبيتيشن زي البرامج عرب ايدول هون، بس اللجنه ما بتكون فنانين، بتكون صحيح. هي اونرز لاوتيلات. جميل. وبيختاروا اصوات. فمن اول مره طلعت غنيت فيها اخذوني 5 اوتيلات ما شاء الله في نفس اليوم يعني، وابتديت اغني ودغري بلشت بالامارات بدبي. جميله منها انها صريحه. في بعض من الفنانات ما يصرحون ان احنا كنا نغني في فنادق وكنا نغني في مطاعم، كل الفنانين يحسون فيها خجل. لا، في بعضهم يخجلون يقولون هذا الكلام، ولكن انا حيك على صراحه. لا طبعا بالعكس، ما بخجل، لانه اي فنان ما بيقدر يكون جاهز. هذا هو الاصرار والعزيمه والصراحه اللي توصل ان الفنان يكون في هذا الرقي. والفنان ما هو جاهز دغري يكون على مسرح لجمهور كبير، لازم ياخذها اكسبيرينس له يعني، لازم طبعاً. تكون هالمرحله تجهيز لمرحله انه يكون قدام جمهور كبير. صحيح. ما تقدري تعطيه ميكروفون ويطلع يغني لالاف الناس. صحيح. ببلش شوي مع عدد صغير من الناس، ومع السنين بيكتسب خبره، بصير يغني صح اكثر، بيحفظ اغاني اكثر، لانه مش دغري هو حافظ. بيتاقلم بيتاقلم، بياخذ على الجو اكثر. زين، الامارات اخترتيها هي انطلاقتك الفنيه الغنائيه من الامارات؟ ليش الامارات؟ مش مني كانت، من الشغل اول شيء. بس انا كنت كثير حابه اجي على الامارات، لانه دبي لما كنت عايشه بلبنان كان بالنسبه لي حلم يعني اوصل على دبي. جميل. حسب من شو بنشوف نحن بالميديا عن دبي. ولما جيت كثير انبسطت وحسيت انه بلد امان ونقدر نشتغل ونعمل فيها مستقبل، نحن مرتاحين. بلادنا يمكن فيك تغني وكل شيء، بس هون الامان هو اللي بيخليك ترتاح اكثر. ونحن نقول لك يا مرحبا بك بدبي. شو رايكم نسمع اغنيه ثانيه؟ اكيد طبعا. شو رايكم تسمعينا اغنيه ثانيه؟ نحن طماعين فيك اكيد. انت شو الالوان اللي تغنينها عامه؟ يعني يوم تدندنين مع نفسك وين تروحين؟
هلا انا بحب الخليجي وكمان بحب المصري شوي، بس انتم شو حابين تسمعوا؟ من دلع الخليجي كيف تشوفي؟ بس طبعا عبد الله مرحبنا فيك عبد الله، نسيناك وانت راعي العود والاساس. نعم اساس هو معانا. ربي يحفظك عبد الله، طبعا مشكور على حضورك وتلبيه هاي الدعوه صاحب الانامل الذهبيه احنا مسمينه. زين شو بتسمعينا؟ انا بحب الفنانه احلام. نعم الله اكيد تحيه لها، اكيد فنانه مسلة تحيه. يكفي طعونا سامح الله طعونا، ماني تحتنا على راسي قمة، ما بغي عيونا جعلي تسلم عيونا، عندي كثير أشياء غيرة مهمة، قولوا لهن الغيم جفت جفت مزونة، وجه الحياة ويفور الغدر دمة، ما توقف الدنيا على على هنمونة، ما حاتي فراقة ولا ولا شلت همة. صوتك انت حلالي. مزبوط. انت حلالي ايش سالفتها؟ كلمه جميله معبره، كيف اخترتيها وليش انت حلالي بدايتها؟ لانه كل البنات عم يهانوا مش عم يلاقوا حالهم يتزوجون. انت حلالي انت حلالي. فقلت يمكن يجي حلالي. هي الاغنيه اخذتها من الفنان النجم يوسف العماني، بوجه له تحيه. بوجه له تحيه اكيد. وصراحه انا ما اخترت الاغنيه، تم اختيارها لانه بتناسب صوتي وباستشارة كذا حدا من بالفن، يعني انه الاغنيه بتناسب صوتك، وكمان نحن كان هدفنا الافراح. فالعروس طبعا فرحها اول ما تحب تغني اكيد تغني للعريس، حتقول له انت حلالي نصها الثاني اكيد زوجها وحبيبه اكيد. فنحن كنا حابين ندخل الافراح، فكانت الاغنيه الهدف منها انه تكون موجهه للعريس. جميله الاستراتيجيه اللي استخدمها اكيد الفنان يوسف العماني. صحيح عرف كيف يعني المدخل فيها. صحيح نحن نوجه له تحيه. واخترنا انت حلالي وتصورت بلبنان مع المخرج سليم الترك، كمان بوجه له تحيه، وانعرضت على اكثر من محطه. صحيح. وبس نحن بنتكلم على الفيديو كليب بس بعد اكيد طبعا. لا نبى لا نبى طبعا شبكتوا لنا الاغنيه نسمع منها شوي اذا ممكن. ما تعبتش اليوم احنا بس. لا اغنيتك انت. تعالى جنبي ولا تبالي، في قلبي غيرك ما طرالي، علامات حبي لك ثلاثة، أحبك وأعشقك وأنت حلالي. أنا بديش سينما الحين، بريحك شوية. كل يوم بالسينما. كل يوم سينما. يوم أي يوم. حتى اليوم بعد عائل بنعرفك على شو اللي موجود حالياً، مرة تطلع من هني على السينما تعرفي شو اللي تأخذينه. مشاهدينا طبعاً محبي الكوميديا يقدرون يحضرون فيلم Mother Day، وهو محبي التشويق والإثارة أيضاً ننصحهم بفيلم أنا الغضب للنجم العالمي جون ترافولتا. المزيد من سياق التقرير التالي من إعداد الزميل سلطان العودة. طبعا رحنا السينما مع بعض ضميرنا، ورحنا السينما مشاهدينا معكم وببلاش مثل ما ببلاش طبعا. بس انا نسال ميرنا الحين، هي مع السينما وتمثيل وغيره ولا بس مع الغناء؟ ما بعرف اذا انا بعرف مثل، ما بظن لاني انا كثير صريحه. ما في كاريوكي حق تشفينا. في منظره في مرايا بتنكشف من الامور بالحياه. ايام الشخص اذا بيكون دراماتيك يعني بحب يسوي دراما بحس بيزبط يمثل. انت على طبيعتك الحين ولا تمثلين؟ لا طبيعي. خلاص معناته الامور طيبه، روحي مثلي. احنا اكتشفناك زين مرة. طبعا اكيد الفيديو كليب يعني عنصر اساسي يساهم انه يعني تبرز موهبه موجوده. صح. اذا وجدت الموهبه. صح. لكن في بعض الاحيان الفيديو كليب يطلع ناس ما لهم صوت. صح. شو رايك انت في الموضوع هذا؟ بهذا الوقت اللي نحن فيه هلا للاسف الفن ما عاد معتمد كليا على الصوت. جميل. صار معتمد اكثر على الشكل.
وحتى لو شخص ما عنده موهبة بس عنده فيديو كليب مكلف أو عنده شركة إنتاج عارفة تسوقه صح بيوصل أكتر من اللي عنده موهبة. أنا هيك بشوف يعني. يعني فانتازيا يعني الدنيا بخير. كمان شركة الإنتاج يعني عنصر مهم بنجاح الفنان، لأنه لما تكون أنت عندك أغنية حلوة بس الناس مش عم توصل لهم، مش لما يفتحوا سوشيال ميديا ما يشوفوها أو تي في ما يشوفوها أو راديو فما راح توصل لهم. بس لو شخص ما عنده صوت حلو وكل ما فتحتي اي شيء عندك حصلتيها حتحفظيها من غير ما تحسي. طيب اذا هذا غصب، هذا اللي هو غصب عليك بتشوفني صح. مجبور يعني مثل ما تقولين انت الصبح تشوفي نفسك في المنظره غصب، نفس الشيء هذا النوعيه انا حتى لو ما اطلع عمري في المنظره تطالعني يعني هذا يثق بالنفس. المرايه بتحب الجمال. شفتي كيف حبيبه قلبي؟ من الطبيعي طبعا ان في بعض الناس او الفنانين يفرضون شخصيتهم اكثر من غنائهم، يمكن الغناء أو الصوت وصلهم إلى مشاهدينهم لكن شخصيتهم هم نفسهم تفرض نفسهم بشكل أو بآخر والناس تحبهم للشخصية مش فقط للغناء. فهل أنت تؤمنين بهذا الشيء أو أن المطرب يكون مطرب فقط ولكن ما يكون له مبادرات مجتمعية حتى أن يكون موجود بين المجتمع؟ لا بالعكس، وجوده كتير مهم. حتى أنا عن نفسي يعني أنا بعد ما وصلت للشهرة اللي هي كتير معروفة بس بحب دايما نكون موجودة بفعاليات بالمجتمع. بحب الناس تعرف أنه أنا موجودة إن كان بإيفنت ولا إن كان بحفل ولا أي شيء، مش بس لأني فنانة. لأنه الشخص يعني شخص كهو كإنسان علاقات اجتماعية بالناس تحبه لأجله طبعًا. مش لازم صوته طبعًا. نعم. كمان من ناحية كفنان الكاريزما كتير مهمة طبعًا. يعني في فنانين بتحسهم من دون ما يكونوا موجودين بالفعاليات الاجتماعية حضور واحد بس بيخليه ينطبع في الذاكرة. صحيح. بترجع لكل فنان هو كيف شخصيته. في ناس بتحتاج انها تكون موجودة على طول وفي ناس ما بتحتاج، من مرة بتحفظهم. انت ما شاء الله من المرة تنحفظين كثير. زين شو حابة تسمعينا غير الخليجي؟ خلينا نغير نسمع شيء انت دندنينه بينك وبين نفسك مثل ما عبد الله قال. نبغى نسمع على ذوق شاحين. انا اكثر فنانه بحبها هي شيرين عبد الوهاب. اكيد صراحه مجالات حي. انا اول وحده زعلت لما عرفت انها كانت رح بس منيح اللي دخلت بس رديت. انا شفتي كيف رح غني اغنيه كثير بحبها اسمها ما تعتذرش. الله على ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك سيب الكلام خليني أمسح دمعتك ما تعتذرش يكفيني منك بسمتك سيب الكلام خليني أمسح دمعتك في البعد عنك أسوأ وألم في البعد عني حيرة وندم تعال جنبي قلبي سامح قسوتك خلاص مسامح قسوتك عليك ما شاء الله. ريم تدرين ان ميرنا عندها براند خاص باسمها؟ شو البراند مالها؟ الحين هي بتخبرنا لسه شوي بس خبرينا عن التفاصيل. نكشف اسرار اليوم. نعم. صح. انا بحب كثير الفاشن والملابس النسائيه. جميل. فدراستي كانت الفاشن ديزاين. حلو. ولما كمان عملت تريننج كانت مع مصمم لبناني كثير معروف اللي هو زهير مراد. اكيد. فكمان اشتغلت عنده فتره طويله. لما انتقلت على دبي كان شغلي يعني ما بياخذ وقت مني كثير، فحبيت بالوقت الفراغ اعمل شيء لاين لالي خاصه في الملابس. جميل. وانه شارك بالمعارض باكزيبيشن خلي الناس تعرف انه انا مش بس انا بحب البس حلو، بحب كل بنت تلبس حلو. جميل. انا بسلمك نفسي خلاص ميرنا وبنشوف النيو كولكشن مال ميرنا علي ان شاء الله. ان شاء الله. هلا عم فكر قلب على العبايات. هاي توني بقولها توني بقولها لانه بما انك في الامارات العبايات سوقها ما شاء الله يعني كبير جدا ولفتوني نظري كثير واللفته اللي هي اللبنانيه ما شاء الله في الذوق الفرنسي العرب نحن نقول عنكم. بحب اللي تلبس عبايه بس تكون لابسه تحت منها يعني تخلي العبايه هيك مفتوحه وتحت منها جينز وتوب فبحس كثير
بتعطي المرأة الإماراتية اللي هي يعني كاجوال شيء، يعني فاشن وستر في نفس الوقت. كثير بيلفتني هذا اللبس. جميل جدا. نحن بروح معك على السينما مرة ثانية. شو رأيك بس هاي السينما الإماراتية هذه هنا؟ جميل. طبعا على ما يبدو أن السينما الإماراتية بدأت تقتحم عالم السينما وبقوة، وهذا شيء يبشر بالخير أكيد، وخاصة أن سنشاهد عدة أعمال سينمائية إماراتية بدأت في دور العرض هذا العام، ومنهم فيلم ساير الجنة اللي حصل على جائزة أفضل فيلم سينمائي في مهرجان دبي السينمائي الأول. زميلة ندى لميني كانت موجودة ووفتنا بهذا التقرير. خلنا نروح السينما الإماراتية. اليوم على الريد كاربت يعرض لأول مرة الفيلم السينمائي المتميز ساير الجنة من أخراج سعيد المري. الفيلم يدور أحداثه حول طفل يبحث عن حنان جدته الضائع، فينتقل من أبوظبي إلى الفجيرة ويمر بالكثير من المغامرات. دعونا نكتشفها في هذا التقرير. فكرة الفيلم هو إنساني طفل قاعد يبحث عن جدته اللي كانت ضايعة، يطلع من أبوظبي إلى فجيرة، وفي الفجيرة هذا هني يعني أنا ما أبى أحرق عليكم الفيلم إنه هي شافها ولا ما شافها، بس أعتقد إن الجمهور راح يحب الفيلم كثير ويستانس فيه إن شاء الله. شو اسمه؟ سلطان. دوري في فيلم ساير الجنة دور سلمى. الشخصية هاي مختلفة عن باقي الشخصيات اللي أنا مثلتها. قد يعني بعض المشاهدين اللي شافوا الفيلم في مهرجان دبي السينمائي قالوا انها تتسم بالغموض، يمكن لان هي كانت تحاول توصل الرساله من خلال الحواس اكثر من المنطق واللغه. سعود بطم اختي قالت انها شافت صوره يده. فيلم ساير الجنه اول ظهور له كان في مهرجان دبي السينمائي الدولي قبل 3 أشهر، ولله الحمد حصل على جائزة أفضل فيلم إماراتي في هذا المهرجان، والآن نحن في العرض الأول الخاص لفيلم ساير الجنة، ومن ثم راح يعرض في قاعات السينما. القصة إنسانية وبسيطة جدا، قصة طفل عمره 11 سنة، ويوم من أيام يكتشف هذا الطفل أن جدته عايشة وموجودة، وهذا الطفل عايش مع أبوه ومع الزوجة، أمه متوفية، وطبعا منها يتخذ القرار انه يذهب عن جدته. يبحث هي بالاصل يبحث عن الحنان، لانه هو فقد الحنان من والده ومن زوجة والده، ومن ثم قاعد يبحث عن الحنان. تبين بين 17 كيلو هي الفجيرة كم بتكون؟ دراستك ما تروح تودينا؟ انا احلم اني اشوف جدتي في الفيلم، فها سعود اللي هو ربيعي في الفيلم يساعدني اني أخاطر في حياتي إني أشوف يدتي، وهذا يعني نواجه مشاكل في التصوير. دوري في الشخصية إني أساعد هو أخوي ترى سلطان، بس لكن في الفيلم ربيعي. أنا أساعده أحاول أطلع من هالبيت، ترى هو يتعذب، أمه متوفية وأنا أساعده عشان يطلع أودي عند يدته. هذه كانت تغطيتنا اليوم للعرض الأول للفيلم السينمائي الإماراتي ساير الجنة. ندى لميني، ياسمول أبو ظبي. شاد! عم محمد! أي عم محمد! أي عم محمد! أنت عز ربيع عندي، وآخر شيء ما توقف وياي. اسمعيني يا دو! أقول اسمعيني! من اجل طبعًا. طبعا هاي دندن بروحها ما شاء الله، دندن ما شاء الله عليك، عشان اعطي الطبقه. هذا دليل انها طبيعيه اكيد مشاهدينها. ما شاء الله عليك. زين، نحن طبعا الفيلم ساير الجنه فيلم للطفل من اماره الى اماره اخرى في دوله الامارات. الفيلم اعتقد انه جدا بيكون جميل وروحه ومعبر ان شاء الله، ولازم نشوفه نحن، ولازم ندعم اكيد نحن السينما الاماراتيه، احنا دخلنا في السينما. نعم. زين، لو بتخبرينا الحين ما سألناك على القادم، مشاريعك القادمة شو ناوية؟ هلأ التركيز أكثر عم يكون على الأفراح، لأنه جميل. عندي أكثر من عرس إن شاء الله،
وراح اشوف مع الوقت ممكن نعمل اغنيه قريبا، بس ما عرفت مع مين التعاون وشو بيكون موضوع الأغنية، بس إن شاء الله خير. إن شاء الله. الكلمات إذا عرضت عليك الكلمات تدققين عليها بنفسك ولا هي كلمات عادي مغنى؟ تهمك الكلمة إذا غنيتيها؟ أنا بحب اللحن أكثر من الكلمة. هو يعني أنا معك. يلفتني اللحن أكثر من الكلمة. أنا معك إن اللحن الحين صار يعني الناس تسمعه أول ما تسمع الأغنية مثلاً في أي مكان، يسمع مدخل الأغنية من الموسيقى مالتها، من التوزيع اللي هو أهم من اللحن. هي أول جملة من الأغنية اللي بتعلق، فبتخلي الأغنية. يعني أنت تدققين على اللحن قبل الكلمة. صح. طيب نحن تقريبا تعودنا في نهاية حلقتنا ان احنا نختم نودع جمهورنا، ومن ثم انت بصوتك تودعين مشاهدينك مثل ما بديتي. فاول شيء نحن بنودع، واول شيء نشكرك على حضورك معنا اليوم معانا، ونتمنى لك طبعا التوفيق. أشكر كان عبدالله. في الغناء او كان في مجال الفاشن الموضة طبعا مثل ما قلتي، والخير هو اللي بيمشي وياك. أعطيك العافية. أنا مشاهدينا كل الشكر إلى الفنانة ميرنا، وراح فيها في الإمارات اللي اختارتها طبعا لأنها تكون البلد اللي تنمو فيها وتكبر في الغناء أو في طبعا الموضة. ونحن نقول لكم لقاءنا يتجدد إن شاء الله يوم الأحد القادم. إلى ذلك الحين نقول لكم في أمان الرحمن، وشكرا لك يا عبد الله. أكيد أنا بدوري بعد أشكرك لوجودك معنا، ونشكر عبد الله طبعا من المتميزين معنا دائما في قناة الظفرة وبرنامج مساء الإمارات وفي السهرات دائما مع فنانين مرتقيين وطربيين مثلكم. سعدتينا بصوتك أكيد مشاهدينا. بنترككم مع الصوت الطربي الجميل مع ميرنا، نلقاكم على الأحد إذا الله أحيانا. من لكم أجمل تحية، تصبحون على خير. رح فول مع فيروز. مش فجأة بينتسوا ضحكات عيونه، سبتين ما بينقصوا مدري شو بو، ما بعرف شو بو، مطبوعة بذاكرته عم تبحثوا، ما تبحثوا ما تبحثوا ما تبحثوا، سلم لي عليه وقل له اني بسلم عليه، وبوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني، وبوسه بخده وطول لي عليه، سلم لي عليه سلم. Thank you.